70 نائبا صوتوا دعما للائحة اللوم الموجهة ضد وزيرة المرأة، عدد لم يكن كافيا لسحب الثقة منها لتواصل بذلك أعمالها على رأس وزارة رأى بعض النواب تقصيرا في أدائها. سوء الأداء واقع في ميدان الروضات، المراكز المدمجة للشباب والطفولة، المراكز لتأويل المسنين، تواجد الأطفال في الشوارع، وعدم وجود حلول هذايا. اللائحة أثارت جدلا واسعا داخل الجلسة العامة المخصصة للنظر فيها، واختلفت آراء النواب بين داعم ورافض لها. تستحق سحب ثقة على مجمل أعمالها أو على مجمل أدائها. أنا في اعتقادي في مرحلة انتقالية كم هذه الوزير يم يكون تقني متخصص، باش ما نقولوش تكنوقراط اللي ما يحبوهاش الجماعة برش، أو على الأقل يكون خبير في إدارة الأزمات. الوزيرة هذه مواصفات الزوز ما فيهاش، بل بالعكس الوزيرة هذه وين تتدخل في الإعلام تعمل أزمة. بقدر ما نسعى إلى مراقبة الأداء الحكومي وبقدر ما نتحمل مسؤوليتنا في المراقبة وفي النقد، أيضا نتحمل مسؤوليتنا يعني لا نذهب بعيدا في تسييس هذه المسائل. نتيجة التصويت رأى فيها البعض تعاطفا وتضامنا بين نواب الائتلاف الحاكم، رغم إقرار بعضهم بضعف أداء الوزيرة. اللي حماها بين ظفرين وأبقاها وزيرة مع الأسف هو نوع من الحمية الجاهلية أنا في اعتقادي، اللي يطلق عليها البعض التضامن الحكومي. طبعا الترويكا متضامنة وتضامنت مع هذه الوزيرة، ويعرف يعني كثير من الأصدقاء في الترويكا سوء أدائها، بل البعض يصرح بذلك في الكواليس. الوزيرة ثمنت مداخلات النواب رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لها خلال الجلسة. اليوم كل ملاحظة النواب ستحظى بالعناية، وكل أسئلة النواب وكل مسائلة النواب باش تحظى بالعناية الكاملة، باش يقعدوا عليها الفنيين ويقعدوا عليها المشرفين على الإدارات وعلى القطاعات من أجل الإجابة عليها. سلطة تشريعية تضع أداء السلطة التنفيذية تحت تقييم ذهب حد المطالبة بسحب الثقة، بادرة هي الأولى منذ انطلاق أشغال المجلس. لائحة لوم توجه من نواب الشعب في حق وزيرة المرأة، وأن لم تحظى بدعم كاف لسحب الثقة منها فقد عكست خطوة هامة في ممارسة الديمقراطية. سليم الحاج إبراهيم، قناة المتوسط، تونس.